الثلاثاء الموافق 27/4/2021. يا جماعة الامتحان راح يكون عندنا زي ما حكينا في هم تو تشابترز. نبلش في دكتور التشابتر لؤي، الأول، تفضل. بس بين الشاشة، شارك الشاشة معنا. الشبكة لا هيك شابكة، هيك اه بينت. أوكي. الآن مادة الامتحان، نبلش في أول تشابتر اللي هو The Study of the Body Function اللي هو First Chapter. الآن نرجع الذاكرة، بلشنا أول ما بلشنا في المحاضرات تحدثنا عن معنى فيسيولوجي. إذا جاك سؤال عرف لي الفيسيولوجي، الكل عارف أنه أنا بدرس في The Study of Biological Function of How the Body Works from Mold to the System. هذا تعريف الفيسيولوجي. فهو in general أنا بدرس في how the body function is work. هذا بالنسبة للتعريف. بعدين نيجي على الهوميوستيسيس. الهوميوستيسيس يا جماعة أخذنا فيه أمثلة كثير وشرحنا فيه محاضرات كثيرة، ارجعوا لها. لازم كل الآن بدي إياك شغلة تركز عليها، كل شيء أنا بحكيه هو اللي بيجي فيه الأسئلة. يعني قراءة السلايدات هاي بإمكانك تتجاوزها كلها إذا أنت بتحط ملاحظاتي. واضح؟ الآن نيجي على الهوميوستاسيس. شو معنى هوميوستاسيس؟ مكتوب لك هنا The dynamic constancy of the internal environment، وحالة الاتزان والثبات داخل الجسم. وأي خلل على الهوميوستاسيس بيعمل عندي ديزيز أو مشاكل. وحكينا بإمكانك تعرفوا أيضا بمفاهيم أخرى dynamic equilibrium، شرحناها، ارجعوا للمحاضرات. وحكينا الهوميوستاسيس عبارة عن two feedbacks negative و positive. شرحنا شو يعني نيجاتيف، حكينا انه the effectors اللي هي الاورجان تتخذ اجراء اوبوز ذا تشينج، بتعاند التغير بحيث انه ترجع الحاله للهوميوستاسيس، اذا ساد او نقص بترجع للنورمال. اما البوزيتيف لا، هو انا انهانس، انا بدي ازيد زياده هرمون معين حتى احقق الهوميوستاسيس. ففي اختلاف ما بين النيجاتيف والبوزيتيف فيدباك. امثله على النيجاتيف فيدباك ذكرناها كثير، ثيرمولوجيشن، respiratory rate, blood pressure, blood pH, body temperature. هاي كلها فيها دائما dynamic constancy، dynamic حالتها متغيرة لكنها دائما الجسم بيعاند أي تغير وبيرجع للنورمال، هذا بنسميه negative feedback. أما positive feedback طبعا أرجع للشرح details كاملة. positive feedback حكينا أمثلة عليه، نقدم شوي، هو amplify أو enhance، يعاند او يزيد من التغير. هنا يعاند هو البوزيتيف، اما الامبليفاي او الانهانس في انتاج الشيء حتى يحقق للهوميوستاسيس، هذا بنسميه بوزيتيف. امثله عليه مثلا انتاج البلود كلوتينج، اذا واحد صار عنده يزيد من انتاج البليتليت حتى امنع النزيف. ايضا التشايلد بير عند الامهات، الامهات بيزيد افراز الاكسوتوسين او اكسوتوسين، نعم هرمون اسمه اكسوتوسين، هي نعم ايوه اكسوتوسين، حتى هذا انتاج الهرمون بحقق لي في الاخر عمليه الولاده بكل اريحيه، فبزيد من انتاجه حتى احقق الهوميوستاسيس للام. كذلك انتاج الانتي بوديز، انتاجها كل ما زاد انتاجها كل ما انا واجهت او تحطمت دمج للباثوجينز وانا حافظت على سلامة الجسم. الأكشن بوتنشل كذلك يعتبر بوزيتيف، إنتاج الأكشن بوتنشل بيقوم بواجبه بحيث يرجع الجسم للهوميوستاسيس. أيضا أمثلة إنتاج الإستروجين، التشايلد بيرث حكيناها أوريدي، إنتاج الهرمونات حتى تحقق الهوميوستاسيس. هي كلها أمثلة على البوزيتيف فيدباك. بعدين حكينا اللي بتحكم في الهوميوستاسيس هو النيرفوس سيستم مع الإندوكراين اللي هو الهرمونات. بعدها يا جماعة جينا على الستيم سيلز، عرفناها كأنها هي differentiated cells. بعدها دخلنا في البادي فلويدز اللي موجودة في الجسم، حكينا في عندي منها نوعين intracellular و extracellular، ووضحنا الفرق بيناتهم، وحكينا شو الفرق بيناتهم وكم كل واحد لتر. أنا ما راح أجيب لك كم لتر مثلا، والله في الانتراسيلولار 30 بينما الاكسترا 16، لا بقول لك مين الأكثر ومين الأقل. أوكي، ارجعوا للشرح، مهم جدا، احنا ما راح نقدر نغطي كل شيء في المحاضره هذه. اللي بعدين
خلينا نشوف الشابتر اللي بعديه هو كونكتد له اللي هو برضه تابع للشابتر 1 اللي هو برضه عن الفلويد. خلينا ادخل على الانتر اكشن هيو فرجيكم اياه لحظه شوي لو سمحتم. عمل كلوز اوكي اغلق اوكي هنا هيك كلوز اعمل ابلود هاي الان هذا اللي هو تابع للشابتر الاول برضه بتحدث عن الفلويدز اذكركم فيه. لحظه شوي اوكي الانتر اكشن بتوين سيلز اند اكسترا سيلولر انفايرمنت برجع مره ثانيه بحكي عن البادي فلويد بالتفصيل شو الفرق ما بين الاكسترا والانترا سيلولر فلويد ومين حجمها اكثر والامثله عليها. ارجع للمحاضرات ادرسوها ما بدي تركزوا انا بس بوجهك على ايش تدرس الان بدك تتعب على حالك يعني المفروض الكل حط ملاحظاته اللي ما حط يرجع يعيد كمان المحاضرات ويحط ملاحظاته. الاكسترا سيلولر هذا طلعناه من ما شرحناه حكينا اوريدي اخذته في البيولوجي. الاكتيف باسيف ترانسبورت هذا اخذته في البيولوجي ما دخلنا. الديفيوجن والاسموسز راح نحكي فيه بس ما دخلناه. حكينا عن الميمبرين بوتنشل وبلشنا نشرح كثير عن الميمبرين بوتنشل وحكينا انه الميمبرين بوتنشل المقصود فيه انه الخليه من هنا برا موجب جوا سالب برا الصوديوم كونسنتريشن هاي جوا بوتاسيوم كونسنتريشن هاي. وحكينا الاختلاف في الشحنات هذا كله بيعمل لي بسموه ميمبرين بوتنشل هو اختلاف تركيز الايونات ونفاذيتهم بيعمل عندي نشبكه دغريه اما ديبولاريزيشن او هايبر بولاريزيشن. بعدها يا جماعه حكينا عن الريست ميمبرين بوتنشل وقسناه وطلع معنا سالب 70 في اي خليه. بعدها وضحنا شو وضع في الصوديوم بوتاسيوم بومب ارجع للشرح. بعدها شرحنا السيل سيجنالينج تتذكروا السيل سيجنالينج شرحناها اختصرناها بهاي المواضيع هي في اخر رسمه هاي اذا كان المؤثر اكزايتاتوري السيفن ترانس ميمبرين اللي هو الجي بروتين اذا كان المؤثر اكزايتاتوري بفصل الالفا جي بروتين الجي دي بي بتحول لجي تي بي رجعوا لها. الالفا جي بروتين بشبك مع الادينيليت بتسكليز الاي تي بي بتحول للسيكليك ادينين مونوفوسفيت هذا دائما في الخلايا الاورجان كيف الادويه بتاثر على اي اورجان جواتي عبر هذا الميكانيزم رجعوا له. وسميناه السيكليك ادين مونوفوسفيت بحفز بروتين كاينيز وبقوم بالوظيفه المطلوب منه حسب الدواء انه يطبط القلب ينشط القلب ينشط العضله يعمل ريلاكسيشن في العضله يفرز انزيم يفرز هرمون بهذا الشكل المؤثرات تيجي. وايضا بفتح ايونات الصوديوم وبعمل عندي ديبولاريزيشن اذا كان انهيبيتوري هنا بدل الالفا بنفصل عندي البيتا وجاما وبشبكه على البوتاسيوم بومب بطلع البوتاسيوم وبعمل عندي هايبر بولاريزيشن هنا بعمل اكشن بوتنشال. ارجعوا لها هاي هذا طبعا كله هاي في الخلايا في الاورجان. انتهينا من الشابتر هذا بسيط. اللي بعده اللي هو البلك كل اغلب الاسئله عليه اللي هو النيرفوس سيستم. يا جماعه النيرفوس سيستم كل الاسئله راح تكون اغلبها عليه وكفرجكم اياه مهم جدا النيرفوس سيستم. اوكي لا ان شاء الله اصلا لحظه شوي النيرفوس سيستم شايفين النيرفوس سيستم باين عندكم اه دكتور نعم بدانا في النيرفوس سيستم. نعم النيرفوس سيستم حكينا عباره عن سنترال بيريفيرال قلنا السنترال برين وسباينال كورد البيريفيرال نيرفز اللي هي اللي خارجه منهم. بعدين حكينا بالديتيلز وصفنا النيرفوس سيستم عباره عن نيرونز مع سبورتنج سيلز وبعديها وضحنا شو النيرون وتركيب النيرون. بعدين وضحنا السبورتنج سيل وانواعها. بعدها شرحنا انواع النيرونات موتور سنسوري اسوشيتد وقارنا بيناتهم وتركيبهم درسناه كثير شرحنا فيه.
وحكينا عن الرسم، ما راح اجيب لكم رسمات، لكن بدي اياك تعرف كل الميكانيزم الاكشن اللي صارت هنا. ارجع للمحاضرات، تعرف ليش معنى سالتاتوري كوندكشن نود اوف رينفير لما يكون الاكسون عليه ميلين ولا انمايلينيتد، الاكسون هيلوك اللي بصير فيه الاكشن بوتنشال، الدندرايت والسيل بادي اللي بصير فيهم الجريدد بوتنشال، وانا بتدخل ايونات هاي ريسبتيف اريا اذا كان المؤثر قوي بيعمل عندي ديبولاريزيشن وبيحقق لي الاكشن بوتنشال في الاكسون هيلوك، والاكشن بوتنشال بيمشي على طول الاكسون حتى يوصل التيرمينال اند. بعدها يا جماعه شرحنا ادخلوا في الديتيل شو معنى ريتروجريد انتيروجريد، نقل المواد داخل الاكسون من السيل بادي الى تيرمينال اند، وبالعكس نسميها ريتروجريد ترانسبورت او انتيروجريد، مسؤول عنها كاينزين وداينين، رجعوا لها. وبحكينا انواع النيرونات سنسوري موتور اسوشيشن وفرقنا بيناتهم، وبعدين اخذنا امثله عليهم، هيها الرسم هاي كنا مالتي بولار يوني بولار باي بولار ان اكسونيك، وين اماكن تواجدهم في الجسم. بعدها يا جماعه حكينا عن السبورتنج سيل وانواعها، بالنسبه للبريفيرال سميناها جليل، بالنسبه للسنترال سميناها جليا وانواعها، وليجو مايكرو استروسايت بنديمال سيلز، ووضحنا كل واحدة شو وظيفتها. هذا كله موجود في الديتيلز هون، مايكروغليا مثلا هيماتوبايوتيك ارجعوا لها. وضحنا شو يعني نيوروليما، بعدين حكينا عن الميلين شيث شو وظيفتها، انه اذا مر اذا كان الاكسون عليه ميلين شيث بيزيد من الاكسلريشن اوف ذا سبيد اوف اكشن بوتنشال في النيرون. الكات اوف اكسون انه اذا صار عليه دمج، حكينا المسؤول عن اعاده بنائه كيميكلز اسمها هيها اسمها نيوتروفينز، عباره عن جروث بروموت نيرون جروث في حال الدمج نيوتروفينز. بعدين بنرجع هون الاستروسايت نوع من انواع الجليا سبورتنج سيل، لها سبع وظائف هاي لحالها استروسايت، سبع وظائف هاي اسئله كثير راح تيجي عليها. طبعا هذا نوع من انواع في الاوليجو اللي بنرجع لها، حكينا اوليجو مايكروغليا هاي هون، هاي اوليجو مايكروغليا استروسايت ابنديمال سيل بتصنع عندي الفلويد بسميناه سيريبرال سباينال فلويد. رجعوا للشرح بالديتيلز، هاي كلها عليها اسئله ضع دائره. بعديها يا جماعه بلشنا في موضوع اللي هو ايش، نيجي لقدام شوي، وضحنا شو يعني depolarization, hyperpolarization, excitatory, inhibitory، رجعوا لهم هذول كيف شرحناها. وضحنا هنا الرسم هاي بتوضح انه الرسم membrane potential لتريشود depolarization اذا كان المؤثر قوي بيفتح لنا الصوديوم، الاكشن بوتنشال بحدث عند موجب 30، بعدين برجع repolarization لانه بتغلق بوابات الصوديوم وتفتح بوابات البوتاسيوم، بوابات البوتاسيوم ليزي بتعمل هايبر بولاريزيشن تنزل عن الريست. الان الهايبر بولاريزيشن حتى يرجع للريست بده يشتغل بوابه الصوديوم بوتاسيوم بامب بسموها الاي تي بي ايز، هاي الصوديوم بوتاسيوم بامب بترجع النيرون من الهايبر الى الريست. ارجعوا لها طبعا حكينا عن الايونات، طبعا الفولتج هاي الايونات نرجع شوي بس هون الايونز البروتين بامب كلهم صوديوم بوتاسيوم بامب حكيناهم هذول، او بسميهم جيت او بسميهم فولتج كلها نفس المعنى بالنسبه للبروتين. بعدين يا جماعه شرحنا ايش كمان، حكينا مواصفات الاكشن بوتنشال يحدث او لا يحدث، يعني اذا وصل لثريشود سالب 55 يعني المؤثر قوي حدث الاكشن بوتنشال، ارجعوا للشرح. بعديها حكينا شو يعني ريفراكتوري بيريود اللي هو الفتره اللي بيكون فيها السكند ستيمولاي ويتنج انتل ذا فيرست ستيمولاي، بيعمل هايبر دي بيعمل ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن هايبر، والثاني بيظل يستنى، يعني النيرون ما بصير فيه تو اكشن بوتنشال، لا أول أكشن بوتنشال الثاني بيظل يستنى، هذا نسميه ريفراكتوري بيريود، شرحتها كثير رجعوا لها.
وضحنا الابسوليوت والريليتيف الفرق بيناتهم. ما راح اجيب رسمات بس اعرف لي شو يعني، ارجع للشرح. بعدها يا جماعه وضحنا انه النيرون اذا كان مايلينيتد او ان مايلينيتد، واذا كان الدياميتر فيه عالي او اقل هذا بياثر على سرعه الاكشن بوتنشال. بعديها دخلنا في السينابسس كيف بنتقل الاكشن بوتنشال فروم وان نيرون تو انذر نيرون. انا في عندي فراغ سينابتك كليفت، كيف تنتقل النيرونات هيها. حكينا بيجي الاكشن بوتنشال من هون، بيجي الاكشن بوتنشال لما يوصل بدخل عينات الكالسيوم. الكالسيوم بيشبك مع الفيسيكلز اللي فيها نيورو ترانسميترز، هون تصنع نيورو ترانسميترز التيرمينال اند، بيشبك معها بيعمل داكينج، هاي بسموها سينابتو تاجمن. الان بصير فيوجن اكزوسايتوسز وبيأثر على النيرون اللي بعده اللي هو بوست، اللي قبل سميناه بري. اذا كان هذا اكزايتاتوري بدخل ايونات الصوديوم، واذا كان انهيبيتوري بتطلع ايونات البوتاسيوم. وحكينا النيورو ترانسميترز هاي كيف بصير لها دمج، شو انواعها. بدي نحكي عن النيورو ترانسميترز، حكينا عده انواع تذكروا، هاي لقدام شوي، اسيتيلكولين وظائفه. بعدين حكينا عن المونو امين اوكسيديز، كلها شبكتها في شرح واحد، ارجعوا لهم يا جماعه. هاي الانزيمز اللي بتعمل دمج للنيورو ترانسميتر اسيتيلكولين استيريز، شرحتها بالتفصيل الممل. هاي النوع الثاني مونو امين اوكسيديز اللي هي ابنفرين نور ابنفرين، شرحتها بطريقه سهله. سيروتونين هذا كله الامينو اسيد جلوتاميت، اعطيت امثله ووضحت شنو وين الاكزايتاتوري وين الانهبيتوري. ارجعوا للشرح هذا كله ذا دائره. وبعدين ايش كمان يا جماعه حكينا؟ بعدين حكينا عن، شرحنا شغلات هيك اكسترا ممكن يعني ما راح اجيبها، زي هاي مثلا اللي هي لونج تيرم بوتنشيشن شورت تيرم بوتنشيشن، اللي بدرس واللي ما بدرسش هذا بيأثر على الريسبتورز في البرين. وبعديها يا جماعة دخلنا هذا الرفلكس، شرحنا انه كيف يصير الرفلكس من سنسوري لانتجريتد لموتور. بعدين دخلنا في الاوتونوميك نيرفس سيستم، تذكروه حكينا الاوتونوميك عبارة عن اللي هو البريفرال عبارة عن اوتونوميك والسوماتيك، الاوتونوميك سمباتيك وبارا سمباتيك انتريك انسولي ليها. وهذا السوماتيك بيأثر على سكلت المصل، هذولا بيأثروا على سموث مصل جلاند والهارت. وشرحت رسمي كيف تطلع النيرونات السمباتيك والبارا سمباتيك من البرين، وشو نوع النيورو ترانسميترز اللي فيها، وهنا جانجليون. وضحت شو نوع كمان نيورو ترانسميترز، هنا مثلا أسيتيلكولين في البارا، وهنا الإبينفرين، أشكال مختلفة شرحت كثير، وكيف بالآخر مستقبلاتها الإبينفرين والنور إبينفرين ألفا بيتا، والأسيتيلكولين مستقبلاتها في الخلية ماسكورينك. ارجعوها هاي الشغلات كلها عليها أسئلة مهمة جدا، هاي بكرة راح تدخل على الفارماكولوجي، شرحتها بطريقة بسيطة جدا سهلة. وشو كمان الجماعة بس يعني هذا اللي شرحناه، وهي هنا السمباتيك بارا طبعا شرحتها بطريقة أسهل، هاي البارا هاي السمباتيك في الكرينيال والساكرال سمباتيك، أما البارا سمباتيك تقع في منطقة الساكرال والكرينيال، السمباتيك في الثوراسك وفي اللمبر في الظهر، نيرفز تطلع من جهة الصدر والظهر. ووضحنا كثير شغلات عنهم، شرحتها ببسيطة يعني كل هاي الصيدات عديتها شرحتها بطريقة بسيطة، ارجعوا لشرحي. وضحنا شو يعني دول انرفيشن، شو معنى ماس اكتيفيشن، كثير شغلات شرحناها. حاولوا حطوا ملاحظاتكم شو معنى دول حطيناها. وهذا هو الجماعة جنرال الامتحان راح يكون، هذا كله شرحت. ارجعوا الله بعينكم لل المحاضرات، بلشوا من الآن، اللي متأخر طبعا المشكلة، اللي كان يدرس أول بأول إن شاء الله أموره بتكون أسهل. بس يا جماعة هاي المراجعة، في حدا عنده أي سؤال؟ كم سؤال حيجيب؟ كم سؤال؟ بصراحة خليني أشوف
كده يجعل حجيب سؤال لحظة شوي خلينا أعرض لكم الشاشة لأنه خلينا أعرض الشاشة بالله شايفين الشاشة اللي عرضتها؟ دكتور واضح. طيب ندخل على التعليم الإلكتروني احنا مادتنا في فسيولوجيا الانسان طبعا انا بكره راح اعرض لكم اللي هو اللينك للامتحان هاي لينك الامتحان وانا حاط الباسورد هو ما طلبوا منا قبل 24 ساعه المهم هاي انا حاطه وتدخل عليه طبعا ما حدا بيقدر يدخل غير لما يبلش الامتحان فخلينا اضغط هيك اشوف بالله انا كم سؤال حاط كده كويز 35 العلامة 25 سؤال 45 دقيقة هو دكتور صح؟ 40 40 25 دكتور في يعني أنا مواد 50 دقيقة اشمعنى هذه 40 لا كله 40 ما في 50 دقيقة مين اللي قال لك 50 النظام كله 40 ممنوع جانا دكتور جانا ما بكفيش ال 40 عندك قديش سؤال دكتور الامتحان الانجليش كان 50 دقيقة لا الامتحانات كلها 40 امتحان الانجليش كان عندي 50 ما بعرف غلط الدكتور ما بصير يعطيك 50 ممنوع هذا غلط دكتور 40 بكفيش الجامعة لو تعرف عنه بتخالفه جد والله انا بطبق تعليمات الجامعة أنا معطيك 40 دقيقة هيك بلغوني برمضان هذاك 50 لما يكون في غير رمضان الآن أنت عندك 25 سؤال قديش معك دقيقة؟ 40 أوكي؟ طلع أنا كيف أوزع الأسئلة يا جماعة إيزي ميديوم هارد إيزي ميديوم مكثر لك الإيزي أنا والميديوم مش مكثر هارد أوكي؟ حتى ما يعني ما بدي اياك يعني الهدف انه تجيبوا علامات انا ما بدي اياك ترسبوا فالاسئله عندي اغلبها ايزي وميديوم هارد كم واحد اربع اسئله ماشي تمام ماشي تمام في حدا عنده اي سؤال يا جماعه حتى افرجيكم خلينا نرجع للامتحان سيولوجي اتاكد لك من شغله ندخل هنا أشوف لك إياها Edit The Setting الآن Time هيو شايفه قديش حط التايم 40 دقيقة واضح الامتحان أي ساعة يا جماعة 10:30 الصبح للكم لل 11:10 طيب من ال 10:30 لل 11:10 واضح طيب دكتور مو كثير بدري هي دكتور والله لو تاخروا شويه يعني بس يعني هو راح نقدم راح نكون مسطلين دكتور لا اسمع صلي على النبي 10:30 بتكون انت ماخذ كفايتك من النوم انا يوميا 10:30 هاي عندي اياها لو نايم على الثلاثه اذا بصحى على 10:30 بكون شبعان نوم والله دكتور يعني احنا نصحى الثنتين دكتور جماعة اميرجنسي خلص الامتحان حالي اميرجنسي بدك الله بعينك عليها بدنا نتقيد احنا بنمشي ضمن سيستم ما بقدر اغير طب دكتور أوكي. المحاضرة راح تظل من 9 للـ10 ولا راح تغير لا هلا المحاضرات زي ما حكينا راح بعد رمضان نرجع زي ما كنا من 10 للـ11 تمام وخلال رمضان كله 9:10 خلال رمضان لا مش 9:10 خلص رمضان بعد من انا اليوم عملتها 9:10 عشان اعمل مراجعه تكونوا مرتاحين واضح هلا خلاص رجع تسجيل ريكورد اول ما ينتهي العيد ان شاء الله دغري بنرجع على وضعنا الطبيعي اللي هو 10:11 خلاص تمام دكتور اوكي دكتور تفضل
مادة الفسيولوجي كم شابتر كلها كامل؟ والله كثير. المشكلة مادة الفسيولوجي مادة كبيرة، لأن بالله حتى ما أغير إشي أعمل save and return to the course. شوف أنا عندي الكبير المادة chapter 1 2 3 هاي 4 5 4، هيها هاي إيش هاي 3 مفروض بعدها 4. خلينا نغير هاي لحظة، خلينا نظبطها هاي 2 3. طب دكتور خصوص نعم. الاناتومي برضو ريكورد راح يكون الاناتومي اي ساعة؟ الساعة 10 8 للتسعة المساء. الاناتومي زي ما هو كله بنرجع للوضع الطبيعي بعد الهاي يا جماعة، بعد رمضان بظل 8-9 بالليل خلاص. يعني محاضرة ولا ريكورد؟ لا بعد العيد بنرجع ريكورد 8-9 بالليل. بتجيني 8-9 بالليل، ما هو حجر ما حدا طالع ولا حدا جاي. لا هسه انا قصدي، لا هسه بنرجع للريكورد خلاص، نضلنا على الريكورد لما ينتهي رمضان. تمام ماشي يا جماعه. طلع قد ايش شابتر عندنا؟ بالله كثير شابترز لازم نغطيها. لحظة شوي، هاي فور ريسبيراتوري، بعديها كيدني، هذا بده يكون توبيك هاف مكتوب هنا توبيك 5. شوف كيف بعديها هذا، إذا قدرنا نلحق يعني دايجستيف، بدي دخل الدايجستيف إذا ضبط معي توبيك. إذا ما لحقناش منها هذا دكتور؟ ما راح أقدر خلص إذا ما لحقت يعني. طلع الآن إحنا قدامنا السيركولاتوري، بعديها نعطيكم الريسبيراتوري، بعديها كيدني. هذولا عالم كبير، الكيدني والفسيولوجي والريسبيراتوري والكارديوفاسكولار، هاي عالم هذا يا جماعة. مش إنه بمحاضرتين، أنا بعطيكم إياها بشكل إنك تفهم كل شيء في المادة. طلع يعني هي أنا كنت أعطيها زمان تقريبا توصل 14 محاضرة للشابتر بالتفصيل أعطيها. شابتر لحاله 14 محاضرة؟ نعم. مشاهد لحق نخلص. أنا بهمني تأخذ الفائدة، يعني بهمني تكون داخل على الريسبيراتوري فاهمه، لأنه هذا كل شيء ببنى عليه. بكرة راح تأخذوا فارماكولوجي أدوية، راح تأخذوا أمراض. طب كيف إذا أنت مش فاهم النورمال فيسيولوجي؟ أنا بعطيكم سب ديتيلز، بعطيكم يعني كثير شغلات دقيقة حتى تكون فاهم، تقدر تعالج وتقدر تعرف كيف الأدوية بتأثر. هاي دايجستيف إذا ضبط كمان نعطيكم الجلاند، ما ضبط خلاص. واضح يا جماعة؟ anyway الآن ركزوا على مادة الميد اللي هي 2 chapters. هاي chapter 1 2 parts، بعدها مادة النيرفس كامل حوالي 9 محاضرات. واضح؟ وهنا قديش واحدة؟ 3 12 محاضرة. اوكي تمام دكتور. طيب يا جماعة في حد عنده اي سؤال؟ اذا ما في اسئلة يعطيكم العافية ان شاء الله. يوم الامتحان يا جماعة، بس لحظة شغلة اخيرة، يوم الامتحان اوعى تدخل الامتحان من جهازين، دير بالك السيستم راح يطلعك وما راح يدخلك للامتحان. تدخل على الامتحان من جهاز واحد، بفضل انا دائما تدخل على الامتحان من اللابتوب مش من الموبايل، اللي بيقدر طبعا. اذا استخدمت الموبايل يكون جهازك حديث، يكون الجهاز عندك حديث. الان تدخل على وقت الامتحان، ما تنسى. امتحان متى موعده؟
عشرة ونص. الخميس عشرة ونص. نعم. عشرة ونص تكون فايت على الامتحان. بعد ربع ساعة السيستم ما راح يدخلك، يعني إذا أنت دخلت على الامتحان وقلت بدي أطلع والله وأرد أرجع ما راح ترجع، تدخل بتضلك مكمل للأخير. واضح؟ انتبه لشغلة، إذا مهما كان ما حاول، يعني لا تحاول إنه تطلع وترد ترجع من الامتحان. ادخل على الامتحان من متصفح كروم إذا كان عندك أبديت للكروم، حتى ما يعمل لك مشاكل، يعني يكون اللود يدخل على الامتحان بسرعة. جوجل ممكن يعطلك شوي، يعني قصدي أنت لما تفوت على الامتحان التعليم الإلكتروني اختاره من متصفح كروم. واضح؟ مية مية دكتور. طيب يا جماعة إذا ما في أسئلة خلينا ننهي اللقاء، يعطيكم العافية يا جماعة. يعطيك العافية دكتور. السلام عليكم.